السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش نحل أسئلة. الأسئلة هاي أفكارها حلوة وبتفيدنا شوي، يعني كلغة، يعني باللغة بتفيدنا. بحكي لي بالمسألة الأولى: How much can أبصر مين afford to spend now؟ قلنا كلمة spend now يعني بالبريزنت، يعني هو قاعد بيقول لي How much spend now؟ إحنا بهمنا الكلمات المفتاحية How much spend now، فبالتالي هو بده البي، بي مجهول. If the software will save the company 21,300 per year لمدة 5 سنوات. اوكي خلص، السؤال سهل جدا. الان خمسة، الاي قديش الاي؟ قال لي الفائدة 10%، وقال لي انه في عندي انوال 21,300، فبالتالي هو بده ريبريزنت. فلو بدي ارسم كاش فلو احكي 1 لـ 5، فانا عندي سيف لفوق سيفينج، فعندي ايش؟ عندي بريزنت عند الصفر، فبالتالي سبند ناو. فبالتالي البريزنت تبعي مباشره وقبل بسنه من الانوال، يعني ما في اي شيء. يعني هذا السؤال على تشابتر 2، بحكي هو الانوال في بي جيفن اي، والاي 10، والان لي 5 سنوات. بس هيك حل المساله. هاي المساله الثانيه. المساله الثانيه كثير مهمه ولازم، يعني هي المساله بتثبت انه الانجليزي شيء مهم. بحكي لي a family that won a 100,000 prize، يعني في عندك عائلة ربحت 100,000. On the America Funstown videos decided to put one half of the money in a colleague fund for the child who was responsible for the prize. آها، يعني هسا الفكرة إنه أنا عندي هاي العائلة ربحت 100,000، بس هي أعطت نص المبلغ لابنها اللي بده يكون هو مسؤول عن المصاريف، فبالتالي نص ال 100,000 هو كم؟ 50,000. فبالتالي هي أعطت ابنها 50,000 مش 100، فإحنا هو كان مسؤول عن مصاريه. فشو بقول لي؟ If the fund interest at 6%، الفوند قديش الفوند؟ 100,000 ولا 50؟ الفوند 50,000. بقول لي how much was in the account after 14 سنة؟ معناته خلص وصلت، معطيني البريزنت بعد 14 سنة، معطيني 14 والآي 6%. فبالتالي مباشر ككاش فلو هو معطيني 50,000، وبقول لي قديش هون؟ نو، طبعا هاي لتحت السهم، وهون الاف، فبالتالي والان 14 وهاي عند الصفر، فبالتالي الاف بتساوي البريزنت اللي هو 50,000 في الاف جيفن بي، والاي 6 والان 14. بنروح على الجدول او قوانين وبنحله. طيب السؤال الثالث: هنري مولر سبلاي كذا 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 كذا، انوال كاش فلو شون ان ذا تيبل. بقول لي قديش الفيوتشر اذا الاي 10%؟ تمام، بالمساله هاي يعطيني كاش فلو. هسا خلينا نركز كيف هون معطيني نمط الكاش فلو. نمط الكاش فلو اللي معطيني اياه انه معطيني هون صفر وهون بلش واحد، من الواحد للثمانيه معطيني 290 290 290 290 290 والى اخره. هسا معطيني هون انكم ومعطيني هون كوست. اها، فبالتالي احنا بالعاده بنتعامل مع النت كاش فلو اللي هو تشابتر 1، فالانكم هو موجب والكوست هو سالب. طبعا حط لي هون 1000 انه هاي الوحده وحدته 1000، يعني هاي 200,000 مش 200، بس هسه مش مهم شغله ال 200,000، بس الفكره انه احنا لازم نطرح القيمتين، فبالتالي هذول هم 110 110 جيات زي هيك 110 كي يعني 1000. تمام، فهو بده الفيوتشر، بده الفيوتشر هون. هذا تشابتر 2، بده الفيوتشر مباشره، بده الفيوتشر مباشره عند الثمانيه، فبنعرف احنا اخر دفعه فيوتشر بتكون عند الانوال، بس عند اخر انوال. فالفيوتشر بتساوي 110 ضرب 1000 طبعا لانه وحده 1000 في اف جيفن اي، والاي 10% والان 8 سنوات. بس خلصت المساله. فخلينا نفهم، يعني هاي فكره انه يعطيني انكم كوست واني ابلش اطرح. طيب السؤال الرابع حليناه سابقا اللي هو تبع البروفيت اند سنه 5 بالفيديو السابق، فمش مهم كثير. فبلش بسؤال 5: رولد بول كذا كذا. شوف يعني هاي المعلومات كلها ما لها داعي. The cost expected، ها هون بلشنا. The cost is expected to decrease، يعني اتوقع انه التكلفه تقل. Because increased productivity، بسبب الانتاج قل مين؟ قل الربح او قل التكلفه، قصدي الكوست. بقول لي اوجد الايكويفالنت، ها احنا بهمنا المطلوب وبهمنا المعطيات. المعطيات طبعا هي بالجدول، والمطلوب هو هون
لأوجد equivalent annual worth. أها، فهي المسألة شو بده؟ يعطيني gradient. طب كيف عرفت إنه gradient؟ بقول لك طلع على الأرقام 200 195 190 185 180 170 170 165، بالتالي كل مرة قاعد بنقص خمسة، فبالتالي الجي هي خمسة، أو بالأحرى سالب خمسة. تمام، فبالتالي أنا عندي سؤال على الجي وبقول لي أوجد الأنوال. أها، بس لو بدي أرسم الكاش فلو هو من واحد لثمانية، هاي سنة واحد وهي ثمانية، عندي الواحد عندي 200، بعدين ببلش يقل، ببلش يقل، يعني هيك بصير بلش يقل، فبالتالي هو بده الانيوال. الانيوال احنا بنعرف انه اذا بدنا الانيوال وورث كايكويفالنت، طبعا ببلش عند الصفر وهي واحد، ما بتعطي شابتر 2، فقول الانيوال هو البيس اماونت ناقص الجي في ايش؟ في اي جيفن جي، والاي 8% كانه كان مكتوب، والان 8 سنوات. هذا الشيء حكينا عنه، هذا لانه بده انيوال. لو بده بريزنت بحط بريزنت بي جيفن اي وبي جيفن جي، بس هيو، وسالب لأنه decreasing، decreasing amount. تمام. حل هذا السؤال. As me breaks a machinery product wants to have 600,000 on hand before it invests a new conveyors, trucks, كذا كذا. كل if the company sets aside 80,000 per year in the car, the uncar, that increase in the value of the rate 15% per year. How many years will it before as me can barge the equipment? اوكي، معطيني انه الزلمه هذا شو بقول لي؟ بقول لي wants to have 600,000، wants to have يعني future، هو بده يكون معه، فبتقول لي معطيني الفيوتشر 600,000. شو حكي لي؟ بقول لي اذا الفائده 15% والانوال تبعه بير يير 80,000، بقول لي كم عدد السنوات؟ سهل جدا، خلص الفيوتشر بتساوي الانوال في اف جيفن اي، ليش؟ لان انا حطيت الاف هون، والاي 15 والان مجهوله. بس هون قلنا طريقتين، اما بنجيب الان من انه انتربوليشن بين الجداول، او انه نشوف اقرب فاكتور، او من المعادله. انا شو حاله هون؟ حاله من الجدول. ايوه، طلعت معي انا مثلا وقسمت 60,000 على 80,000 تطلع 7.5، فال 7.5 بين الخمس سنين والست سنين، فاحنا راح نعتبرها ست سنين مباشره يعني. تمام، هي 5.4 بس نخليها ست سنين، ولو رحنا بالمعادلات هيو بالمعادله بتطلع 5.4، هي بين الخمسه والسته واضحه. طيب سؤال سبعه بيقول لي the equivalent annual worth of increasing arithmetic gradient is 135,300. بس شو معطيني؟ معطيني ال equivalent annual worth. فهون شو معطيني؟ ال annual ل increasing arithmetic gradient. يعني هذا زي السؤال تبع قبل شوي اللي كان نيجاتيف. معطيني ال A، احنا بنعرف انه خلص كان قال لي increasing arithmetic gradient، فال A بيساوي ال base amount، هيك دائما كان increasing زائد ال G في A given G. ان اي قصدي اي 1، بس صفت زي هيك. هو معطيني الايكويفالنت انوال وورث اللي هي 135,000. طيب شو قايل لي؟ قايل لي اذا الكاش فلو بالسنه الاولى 35,000، بنعرف دائما السنه الاولى هي البيس فلو، البيس اماونت، فهي 35,000. شو حكي لي؟ بيقول لي اذا الجريدينت اماونت اللي هي الجي 19,000، فبالتالي بده عدد السنوات، او بده الان هو شو بده؟ معطيني الفائده، فبده عدد السنوات. فشو بعمل انا؟ زي فكره قبل شوي، او بستعمل المعادله تطلع معي قيمه الفاكتور 5.2، برجع على الجدول تطلع 15 سنه. طيب نيجي هسه للمسائل اللي زي هيك. هسه هون شو بقول لي؟ فايند ذا بريزنت وورث ات اي بتساوي 10%، بده البريزنت وورث لهذا، بده البي هون. طيب عندي كثير طرق للمسألة. أول شيء بطلع على المسألة، شو المسألة عبارة عن شو؟ بطلع هون في عندي ثلاث دفعات متساوية، عندي هون ثلاث دفعات متساوية، فبالتالي كونه هذا annual بقدر أحسب لهم البريزنت. فالبريزنت بيعطينا عند سنة واحد، والبريزنت هذا بنقوله عند الصفر. طيب وهذول الثلاث بقدر أوجد لهم البريزنت، ومن البريزنت بنقولهم للصفر، أو
هذول بوجد لهم فيوتشر وبنقول لهم للصفر مباشرة، لأن الفيوتشر عندي الأربعة بتكون، وهذول بوجد لهم فيوتشر عند الثمانية وبنقول لهم للصفر، أو هاي بريزنت وهاي فيوتشر، أو هاي فيوتشر وهاي بريزنت. فأنت حل وشوف المناسب. فبالتالي طريقة الحل سهلة، هذول بوجد لهم بي عند الواحد، شو بقول؟ هي الانيوال 200 مضروبة في الفاكتور بي جيفن اي، الاي هي بالمسألة 10، والان اللي هم من 4 ل 1 اللي هم 4 ناقص 1 3 اللي هم 4 سنوات. ولكن هف بي عندي الواحد، هسه شو بدي اعمل؟ بدي ايش؟ لا 4 ناقص 1 3، اسف 4 ناقص 1 3 أربعة. انا بالعاده بقول 4 ناقص 2، او هم 3 عدد الاسهم، او احنا بنشوف وين البريزنت قديش مسافه البريزنت الاربعه، هذا وين برجع لي عند الواحد. فاذا بالتالي بي عند الصفر شو بدها تساوي؟ الرقم هذا اللي هو بي عند الواحد مضروب في مين؟ في الفاكتور اف جيفن بي، الاي 10 والان 1. هذا مين؟ لهذول الثلاث. وبرجع بكرر نفس العمليه لهذول الثلاث، اوجد بي عند الخمسه بتساوي، بعدين بي عند الصفر تساوي، بس وبجمع القيمة هاي مع القيمة هاي. أيوه هذا الشيء اللي أنا عملته هون. بي عند الصفر قلت هي 200 في بي جيفن اي، بعدين بي جيفن اف، بعدين قلت 90 في بي جيفن اي في بي جيفن اف، والمعادلات أوجدها وحليتها. طيب بطلع هاي المسألة. هاي المسألة شو بقول لي؟ بقول لي ذا نت كاش فلو اسوسييتد وذ ديفلوبمنت اند سيل اوف ا نيو برودكت از شون. بقول لي اوجد البريزنت وورث على نسبة 12% ذا كاش فلو ان 1000 يونت، يعني انه هاي الوحدات يعني هاي سالب 120000، سالب 200000 ما اخره. طيب هسه هذا الكاش فلو اللي معطيني اياه بده ايش؟ بده اوجد البريزنت وورث. بطلع على المساله، خليني ايش؟ خليني ارسم الكاش فلو، لانه هيك مش راح يكون سهل علي الا لا ارسم الكاش فلو. سنه صفر مش معطيني شيء عندها، سنه واحد معطيني سالب 120، سنه اثنين معطيني 100، سنه ثلاث معطيني 40، هسه سنة 4 معطيني 50، لا سنة 4 هاي، سنة 5 معطيني 50، بعدين من 6 ل 9، لا هذول الموجبات لفوق، من 6 ل 9 معطيني 8، قلت له بريزنت وورث. طيب بس طريقة الحل، طريقة الحل هي ما في حل غير انه هسا اعتبر هذول الاثنين بريزنت فيوتشر، قصدي انقل واحده واحده، وطبعا مع هاي قصدي هذول الثنتين اعتبرهم انيوال، اوجد لهم الفيوتشر تبعهم وانقله، او البريزنت تبعهم وانقله، وهذول انيوال الفيوتشر تبعهم وانقله، او اعتبر كله دفعه دفعه دفعه. فانا كيف حله؟ قايل انا طبعا راعي الاشارات، راعي الاشارات اللي تحت سالب واللي فوق موجب. فنقال سالب 120 اف جيفن بي، سالب 100 اف جيفن بي، سالب 40 اف جيفن بي، ممتاز. 50 بي جيفن اي، بعدين ايش؟ بي جيفن اف زي ما قلت لكم، بعدين 80 في بي جيفن اي بي جيفن اف. بس طيب هاي الفكره جدا حلوه، ضروري انكم تحلوها. بقول لكم كالكوليت ذا ايكوفلنت انوال وورث من سنه 1 لسنه 9. بقول لي اوجد الانوال وورث لهاي المساله، يعني بده الاي من 1 ل 9. هسه شو السلافه؟ السلافه اللي عندي كالتالي، السلافة اللي عندي انه انا هذول مش متساويات، يعني مش انوال، يعني هاي دفعة، هاي دفعات من 1 ل 5 في دفعات، ومن 6 ل 9 في دفعات، وانا بدي الانوال وورث لهم كامل. سهلة جدا، احنا قلنا دائما اذا عندي دفعات تخبيص شو مكانه، اذا بدي احول كله لانوال على كامل السنوات او لسنوات معينة، يا بوجد بريزنت قبل بسنة، يعني مثلا انا شو قال لي؟ قال لي اوجد الانوال من 1 ل 9. فانا شو بحكي؟ اما بوجد بي عند الصفر او بوجد اف عند التسعة. رح تسألني ليش؟ رح تسألني ليش؟ انه احنا بنعرف اذا اوجدنا بي عند الصفر فالانوال تبعها بيكون بعد بسنة، او يعني اذا انا معي الاي طبقت الفاكتور البي بتكون قبل بسنة، وقلت اذا انا طبقت فاكتور للفيوتشر فالفيوتشر بيعطيني عند اخر سنة اصلا. فانا حسب هاي المسألة اما بوجد بي عند الصفر او اف عند التسعة، انت حر بالحل. انا بالنسبة لي بدي اوجد بي عند الصفر. يلا بي عند الصفر بدها تساوي اول شيء في عندي هون دفعه، فهي 8000 لا تضرب بشيء لان هي عند الصفر بالضبط، هي يعني هي بريزنت اصلا. بعدين بقول زائد من 1 ل 5 في عندي انيوال، فبقول 4000
في بي جيفن ايه، والاي والاي قديش عندي انا الانوال من 1 لـ 5، فبالتالي عدد الاسهم 1 2 3 4 5، فالاي 10% والان 5، زائد عندي 5000. هسه هذول ال 5000 بي جيفن ايه والاي 10% والان 1 2 3 4، الان 4، ولكن هذول البرزنت تبعهم برجع عند الاربعه، عند هيهم بلشوا من 6، فالبرزنت تبعهم عند 5، فبالتالي بدي انقلهم للصفر. بقول بي جيفن اف الاي 10 والان من 5 ل 0 واللي هي 5. هيك اوجدت بي عند الصفر. بس اوجد بي عند الصفر، بقول الانوال اللي من 1 ل 9 هو بي عند الصفر في اي جيفن بي، والاي 10% والان هم 9 سنوات، اللي هي الفرق بين بي 9 وبي 0 بس. واذا اوجدت فيوتشر، انا لازم احولهم كلهم لفيوتشر، بعدين بقول بطبق نفس القانون ولكن فاكتور اي جيفن اف. بنرجع نكرر، لو طلب مني مثلا اي من 3 لـ 9، بقول اما بوجد بي عند الاثنين للمسألة او بوجد اف عند الـ 9، وهكذا. خلي هذا المبدأ عندك لما يطلب الانول وورث. واضح حل اللي انا عملته، بس خلصت عملت اللي ايه. طيب بيقول لي هاي المسألة، بيقول لي for the cash flow below find the value of x that makes the equivalent annual worth in year 1 through 7 is equal 300. اها بيقول use interest rate كذا كذا. اوكي هاي بهاي المسألة هو معطيني الايكويفالنت annual worth من 1 ل 7. اوكي زي ما قلنا قبل شوي، هو معطيني الاي من 1 ل 7، قايل لي انها 300، معناته انا بالنسبه لي يا اما بوجد بي قبل بسنه او بوجد اف عند السبعه. انا برتاح دائما للبي بالحالات اللي زي هيك. يلا فبالتالي انا شو بعمل؟ بقول ال1 ايه قصدي اول شيء بكتب بي عند الصفر، بدي احسبها شو بتساوي. بقول اول واحدة 200 زائد من 1 و2 و3 هم ايش؟ دفعات بريزنت، دفعات انيوال. فبقول 200 في بي جيفن اي 10% والان 3 سنوات، وبنتقله طبعا عند الصفر وخلصت. زائد في عندي هون دفعه اكس مجهوله، فانا شو بعمل؟ بعتبرها دفعه واحده اكس في بي جيفن اف 10%، اعتبرتها سنجل بيمنت، والان هي 4، زائد عندي الانيوال هذول الثلاث 200 في بي جيفن اي والاي 10% والان 3، ولكن هذول برجعوا عند الاربعه، فالاربعه هاي بدنا نقولها للصفر. بقول بي جيفن اف 10% والان 4، فبالتالي بحسب كل هذول، بيظل عندي ايش مجهول، بي الصفر والاكس. انا ما بخليها زي هيك، انا بعرف انه الاي اللي من 1 ل 7 بيساوي بي عند الصفر، وانا اصلا عندي هاي 300 في A given B، لأني أنا أخذت A عند الصفر 10% والآن 7 سنوات. فبالتالي أنا شو عندي المجهول؟ لو أنا B الصفر عوضت كل هذا اللي جوا، بتكون عندي بس الـ X، والـ X هي الجواب، والـ A given B معي أصلا من الجداول. بس هاي طريقة الحل، طلعت B عند الصفر، بعدين طلع معي كتبت 300 تساوي إيش؟ تساوي كل اللي جوا، حسبتهم طلعت معي X 619 دولار. طيب for the cash flow shown in the figure determine the value of W، بده قيمة W اللي بتخلي الـ future worth عند سنة 8 بيساوي سالب 500. نفس فكرة قبل شوي، بيقول لي أنا معطيني future بيساوي سالب 500، معناها هسا كونه هاي سالب وهذول سوالب، فالإشارة ما بتهمني، الإشارة ما بتهمني، بالتالي F بدي أعتبرها 500 وأعتبر الباقي كله موجب. هسا شو بدي اعمل؟ بدي اوجد الفيوتشر هون، شو بعتبر؟ بعتبر هذول كلياتهم انيوال، بوجد البريزنت تبعهم بي عند الصفر وبنقله لاف الثمانية، وبعدين هذول الثلاث بوجد لهم الفيوتشر مباشرة، ما تروح ترجع البريزنت وترجع تنقل، انا بعرف الفيوتشر عند الثمانية بعطيني فيوتشر عند الكل، وهاي سنجل بيمنت نفس الطريقة. هيو كاتب انا شو مسوي؟ مش عارف شو مسوي صراحة، توسية كاتب سالب 40، طبعا هو كله سوالب مش مشكلة، شايل السوالب كلها يعني 40 اف جيفن اي 4 سنوات، بعدين يعني هذول الاربعة شو عامل؟
موجودين لهم الفيوتشر تبعهم وناقلوا لهون. هيو هاي الاف جيفن اي وهاي نقلها، بتصير هاي كانها بريزنت وهاي فيوتشر، والدبليو وكانها سنجل بيمنت، وهذول الثلاث موجود لهم فيوتشر حالهم ونطلع قيمة دبليو. طيب هاي المسألة بنفس السلافة، يوز ذا كاش فلو دايجرام تو ديترماين، هاي اخر مسألة، لا قبل الاخيرة، ايوه يوز كاش فلو دايجرام تو ديترماين ذا سنجل اماونت ان كيو 4، كيو 4 هاي احنا شايفينها ان يير 4 يعني قصده ذات ايكويفالنت اول ذا كاش فلو دايجرام. اها قاعد بقول يوجد قيمة كيو 4 اللي هي بتعادل لي الكاش فلو دايجرام، يعني بما معناه اوجد لي وكأنه انه هاي مثلا بي 4 او اف 4، يعني وكأنها مجهولة. يعني احنا كل المسائل كنا نحسبها بقول لك اوجد بي عند الصفر او اف عند الفلان عند الثمانية مثلا، هون قال لي زي قال لي احسب لي اف عند الاربعة. كيف بتحسب اف عند الاربعة؟ لانه قال لي هي الكيو 4 تعتبر ايكويفالنت للكاش فلو، فانا بدي احسب اف عند الاربعة. اوكي بطلع الكاش فلو تبعي، كاش فلو تبعي اعطيني هذول ايش 25 ومعطيني هاي 50. اوكي هذول الثلاث سهلة، بحسب لهم الفيوتشر تبعهم اف جيفن اي وبنقول لهم للاربعه. يعني انا بكل بساطه هذول الثلاث بحسب لهم اف الثمانية، وبعدين بنقول لهم باستعمال فاكتور بي جيفن اف، وهاي يعني اللي هي بي عند الاربعه السنوات اربعه. هسه هذول نفس الطريقه بوجد لهم فيوتشر عند الخمسه، وبعدين بنقول لهم لبي عند الاربعه، يعني بنقولهم بس هي كل الفكرة. أو ها شوفوا شو يعني بحكي، أو هاي طريقة. الطريقة الثانية بمسك هذول بوجد لهم الفيوتشر مباشرة، ليش بتيجي على الأربعة مباشرة، وهاي بنقولها، وهذا الثلاث نفس الطريقة، إما بوجد لهم البريزنت وبنقول أو بوجد لهم الفيوتشر وبنقول. بس هيو أنا كيف حال 25 اف جيفن اي 10% 6 سنين. اوكي 1 2 3 4 5 6 حال على الطريقة اللي قلتها آخر شيء. وال 25 هاي اعتبرها سنجل، وهاي هذول حولهم لبريزنت وبعدين نقلهم لأربعة. بس طيب المسألة الأخيرة find the present worth in year 0. اوكي طبعا المسائل خلصت خلصت. هاي المسألة اللي ما بتخطر بباله، طبعا هي بتنحل كثير طرق، بس اللي ما بحلها بالطريقة هاي ما بيكون ذكي ولا كمان بيكون غبي، بس بيكون ذكي جدا اذا حل بالطريقه هاي اللي انا بدي احكيها بالفيديو. بطلع على الكاش فلو تبعي، معطيني 50 50، بعدين قال لي 70 90 170 130 150 170. اوكي اول واحد شو بخطر بباله؟ ممكن اقول لك بعتبر هاي بيس اماونت والباقي بتصرف فيه، بعتبره كأنه كل واحد سنجل. بصير كيف يعني؟ يعني هاي انوال، وبعتبر ايش بصير؟ هاي بضل منها 20، بعتبرها ايش؟ هاي 20، هاي شو بضل منها؟ لما اشيل 50 بضل منها 40، هاي بضل منها قديش؟ 120، وهاي كذا، وبعتبر كل واحدة سنجل. هاي طريقة ولكنها زنخة. الطريقة الثانية اعتبر كل واحدة سنجل يعني فيوتشر، واطبق اف جيفن بي، بي جيفن اف، بي جيفن اف، بي جيفن اف. الطريقة الأخيرة واللي هي اللي بتخلي الطالب ذكي، بطلع عندي على الفرق بين القيم. انسوا هاي، ليش؟ انا هاي انها شابتر ثلاث بس، يعني ببلش من هون بقول هاي 50 70 90، معناته الفرق بينهم 20 20. انسى هاي 130 150 170، برضه الفرق بينهم 20، معناته انا بقدر اعتبر انه هاي ال 170 هي عباره عن ايش؟ 90 زائد 20 110، بعتبرها 110، وفي فوقها كمان دفعه قيمتها 60. إذا بتحل هيك أنت بتكون ذكي. ليش؟ صرت حالك سوالف كثير. فال 170 هاي بفصلها لقسمين، بقول عبارة هي عن 110 زائد 60، حيث ال 110 بحسبها من جماعة الجريدنت بطريقي، وال 60 وكأنها سنجل بيمنت، بعتبرها فيوتشر وبنقول. يلا بنحل. كيف بدنا نحل؟ بنقول أول شيء هذا شيفتد أرثمتيك جريدنت. بقول بحسب بي عند الصفر بتساوي البيس اماونت 50 مضروب في بي جيفن اي، الاي 10% والان 8 زائد الجي 20
في بي جيفن جي الاي 10%، ولكن الان هون المشكله. انا هون الجريدينت بلش من هون، الجريدينت بلش من هون، بالتالي عدد الدفعات 1 2 3 4 5 6 7، فبالتالي الان 7. والجي تبعتها قلنا قبل بسنتين الاول، يعني او يعني انول البيس اماونت بيجي انت بس تقول طب ما البيس اماونت عند 50، بقول لك لا 50 اولى، بقول لك لا اعتبر الجريدينت من وين بلشت، بلش عند 2 فالبي جي تبعته عند 1، فبالتالي بضربه في بي كيفن اف اي 10% والان 1. هاي طريقه الحل. في طريقه ثانيه انه اعتبر هاي سنجل وحل هذول لحال، بوجد بنقوله هون واقولهم لهم بعدين. هيو بي عند الصفر شو كاتب؟ انه 50 في بي كيفن اف، اوكي هاي اعتبرها سنجل لحالها، وهذول شو اعتبرهم؟ جريتنت. جاب 50 في بي كيفن اي، نسيت احط الدفعه 60 ترى، 50 في بي كيفن اي 10% 7 سنوات. شايف ركز، حل هاي وكانها 7، وبعدين نقلهم، بعدين قال في عندي 20. هاي مين ال 20؟ هاي الدفعه اللي هون. لا هاي ال 20 قيمه الجريدينت، صح قيمه الجريدينت بي كيفن جي برضه 7، وبرضه نقلها كمان. ليش؟ انه احنا بلشنا من هون، ولكن هاي الطريقه ازنخ اني انقل اني اعتبر هذول. لا انا ليش عملت كل هذا؟ انا بقدر اعتبر الانول هاي وهاي مع بعض، بقدر اعتبرهم مع بعض، وهاي اشفتها، بس الجيات هي اللي اشفتها. بعدين شوف شو عملت هون، زائد 60 في بي كيفن اف، ال 60 هاي من وين اجت؟ اعتبرت ال 60 هون. بس يعطيكم الف عافيه.